دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك. العوافي من ديمقراطية. يبدو أن عدوى مكافحة الفساد انتقلت من الوزير وائل بوفعور لوزير المالية علي حسن خليل، اللي أعلن اليوم عن إحالة أكثر من 55 موظف بالدوائر العقارية والمساحة للتحقيق. فأقولكم لو عدوى بوفعور بتشمل كل الوزارات شو كان بيصير؟ تيك تك تيك تك تيك تك. مرحبا وائل. مرحبا علي. حاضر للطعم؟ حاضر، بس ما توجعني، ما تخاف. واحد اثنين ثلاثة. هلق صار فيك تروح تعمل حملة لمكافحة الفساد بوزارة المالية. شكرا وائل، ببقى بخبرك شو النتائج. اهلا استاذ نهاد، حاضر للطعم؟ حاضر بس ما توجعني، ما تخاف. واحد اثنين ثلاثة. هلق صار فيك تروح تعمل حملة لمكافحة الفساد بوزارة الداخلية. شكرا وائل، ببقى بخبرك شو النتائج. يلا ميشيل، برح وجعك. واحد اثنين ثلاثة. وها وجعتني وائل. هلق شو بعمل؟ بتعمل حملة لمكافحة الفساد بوزارة السياحة. واحد اثنين ثلاثة. يلا شيخ بطرس عليهم. شكرا وائل، بدي طهر الاتصالات تطهير. لا 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 لا، شو عملت يا وائل؟ شو عملت يا وائل؟ شو في تمام بيك؟ نقلت عدوى حملة مكافحة الفساد لكل الوزراء، فبلشوا يطبقوها بوزاراتهم وطلعت الصرخة. ليش شو صار؟ صار عنا أزمة موظفين، كل الوزارات من بعد التطهير عم تصفر، ما ضل موظف بمركزه، انشلت الدولة يا وائل. بشرفي ما قدرت هيك رح يصير. بالإذن تروح افتح الباب. كيف بتشرب القهوة يا وائل؟ خلي عنك انا بعملها. لا لا معليش انا بعملها. رد على التليفون ما تصغر، ما تركت لي حدا بهالسرايا. تابعونا بعد الاعلان. داعش في بيروت تطرد الصليب الاحمر. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. على ذمة صحيفة التلغراف، لولا قوات بريطانية خاصة كانت داعش اخترقت راس بعلبك وعملت مجزرة بأهاليها المسيحيين، ولكن بفضل مساعدة القوة الإنجليزية الخاصة قدر الجيش اللبناني يمنع هالمجزرة. تيك تك تيك تك تيك تك. يس بيضوا الانجليز، بيضوا الانجليز. شلونك رئيس دوري؟ ليش هالقد مبسوط؟ ما عرفت شو عملوا الانجليز براس بحلبك؟ إيه لا والله، شو عملوا؟ عمروا 15 برج اخو شليتي داير مدار الضيعة، وباعتوا قوة سرية اخت شليتي بمركز تونيك، ولمن اجي الداعش تتفوت على راس بحلبك حرقوا دينا الانجليز قلب الدواعش البلاطة. خي ايه خبرية؟ صار فينا نقله لحزب الله روح الضبضب انت وسلاحك، المسيحية مش ربحانين جمالتك تتحميهم بالبقاع، عنا الانجليز بيحمونا. خي هذا كلام بيرجع الروح. وميشيل عون اللي صار عنده تكامل لروحه ايه راح يروح ورا جماعة الحزب بس يروحه. دوري بدي زلغط لحظة تقول بيت شعر. يا حزب الله ويا عزيز، صار لازم تسحب البريز، سلاحك في جبلة طعمة وما بدنا منك دعمة، بيدعمونا الإنجليز. منتابع ديمقراطية. مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني منعوا من دخول أحد جوامع بيروت، كيف ووين وليش؟ هلأ رح نشوف، ورح نشوف كمان الوهم بالإنجليز، وبكرة بشوفكم. تيك تك تيك تك تيك تك.
يا دولة الرئيس تمام سلام، بعتني الدكتور جعجع لحتى نعالج اللي صار بجامع الخاشقجي كونه بخص دولتك. ليش شو صار بجامع الخاشقجي؟ يبدو انه في نفس داعش عند المسؤولين عنه. نفس داعش؟ كيف؟ شو صار؟ توفت والدته لمتطوع بالصليب الأحمر، فراحوا رفقاته على الجامع حتى يعزوه هني ولبسين بدلات الصليب الأحمر، فمنعون المسؤولين عن الجامع انه يفوتوا لأن قال البدلة عليها رسمة صليب. عن جد يا جورج هيك صار؟ ما عندي علم. انت بتعرف يا جورج انا 100% ضد دخول فكر داعش على مجتمعنا وبيئتنا. شو لازم نعمل اولاك؟ انتو ما تعملوا شيء. الانجليز دعوا للانجليز بيجوا دغري مطرح ما في داعش بين قلبه. وان في انجليز لبنان بيصير لذيذ. دوما دوما تك، دوما دوما تك، احلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بننطر وقته تيك ورا تك، 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 تيك تك، تيك تك، تيك تك.